صادمة ومؤلمة تلك النهاية التي ودع بها الطفل عزات جويدر من غزة حياته في عمر 16 بعد تعرضه للضرب المبرح على يد أهله وأقاربه. حادثة باشرت معها الشرطة الفلسطينية في غزة تحقيقاتها الأولية لتعلن في نهايتها عن توقيف عدد من المشتبه بهم في القضية لاستكمال التحقيقات أمام النيابة العامة. تم توقيف 4 أشخاص على ذمة مقتل المواطن قويدر أو الطفل قويدر على أثر ضربه وتعذيبه من قبل أقاربه. هذه القضايا نحن ننبذها ونحاربها. قضية أثارت معها ردود فعل شعبية وحقوقية منددة بالحادثة ومطالبة الجهات المختصة باتخاذ المقتضى القانوني بحق الجناة وإحالتهم للعدالة، إلى جانب تفعيل مبدأ الحماية والوقاية من خلال إيجاد آليات وإجراءات فاعلة تضمن حماية الأطفال والنساء من العنف الأسري الممارس بحقهم. نحن نعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في سواء القوانين الحامية نفسها أو في كيف يتعامل القضاء مع القضايا التي يكون فيها القاتل هو ولي الدم. لذلك نحن ما يعنينا هو اتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها الحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التي يذهب ضحيتها أبرياء. ولعل بروز هذه القضية إعلاميا هو ما فتح باب المناداة بمناهضة العنف الأسري ضد الأطفال في غزة، لا سيما في ظل بيئة ضاغطة من الفقر والبطالة والحصار والحروب والتي تعد من المسببات الرئيسية لشيوع العنف الأسري الذي يخلف أمراضاً نفسية وسيكولوجية لدى الأطفال بحسب ما يشير إليه أخصائيون نفسيون. انعكاس النفسي، جزئية الاكتئاب موجودة نسبة كبيرة جداً من الأطفال، عندهم نسبة اكتئاب من هذا العنف. في جزئية قلق المستقبل وهذه موجودة يعني بكثرة، له علاقة بتكوين الأسرة للمستقبل، له علاقة بمفهوم الذات عند الطفل. قضية إنسانية تعود لتذكر المجتمع البشري بمفارقة الزمن الحاضر الذي يمارس فيه الحب في الخفاء بينما العنف يمارس في وضح النهار. معالجة ظواهر العنف الأسري ضد الأطفال أو النساء في غزة بحاجة لتشريعات حامية وبرامج عمل فاعلة لمعالجة المسببات النفسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الظواهر، وإلا سيبقى العنف يدور في حلقة مفرغة من الفعل ورد الفعل. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.